السلام عليكم أصدقائي، وحياكم الله في مهارة ومعلومة جديدة إن شاء الله تنال إعجابكم. معكم أخوكم محمد زتاوي، زي ما عودتكم إن شاء الله بقدم لكم كل جديد ومنوع ومطلوب. طلب مني مؤخرا نتكلم عن قضية إنشاء المدونات أو كيف ممكن نصمم مدونات إلى آخره. طبعا في عندي موقع اليوم راح أقدم لكم إياه، أقل ما يقال عنه أنه هو موقع احترافي ومخيف، يعني موقع أسطوري. هذا الموقع اسمه caramellaapp.com، الرابط راح أحطه بالدسكريبشن أسفل الفيديو. طيب الموقع ببساطة بمكنك أنك تصمم مدونات وشغلات كتير كتير، يعني راح تشوفها بدقائق بسيطة جدا وبأسلوب عصري وحديث. طبعا الموقع أكيد زيه زي أي مواقع تانية، بكون فيه فري بلان وفي بيد بلان. احنا حنشتغل على الفري بلان وهاي فير انف. بكل بساطه حاجه على الخيار اللي اسمه رايت اعلى الشاشه على اليمين، اضغط عليه. عندي تسجيل من خلال تويتر، فيسبوك، ايميل، او اذا عندك حساب اعمل لوج ان. انا عندي حساب يا جماعه، راح ادخل لوج ان عادي. و نفوت على صفحتي، تغير اسمي هون محمد زيتاوي، بضغط عليها يا جماعة، بروح على ماي بيج، بدخل على الماي بيج تبعتي. إذا حبيت أعمل أبجريد بضغط من هون، أو بعمل كرييت نيو بيج حتى أبدأ التصميم، تطلع عندي هاي القائمة، بروح على نيو بيج. طيب الآن طلع عندي أمامكم هذا النافذة اللي بتحتوي على كاتيجوريز. لاحظوا بيسك، فول ويدث، ويب سايت، كالتشرال، سي في، هيدرز، مودرن، بوسترز، سبيشاليزد، انفوجرافيك اند سو اون. وكل واحد منهم يحتوي على عدد جميل جدا من التمبلتس، القوالب اللي انت ممكن تاخذها وتعمل ريوز، يعني تستخدمها زي ما بدك. خلينا اليوم احنا نبدا من سكراتش، من الصفر، ونروح على فيتشرد وناخذ تمبلت من نوع بلانك. بلانك فاضي فارغ، نيجي نقول له ايش يا جماعه؟ يوز. نيجي نحكي له ايش؟ يوز. طيب هذا الكانفاس، هاي شاشة التصميم، أكيد شاشة التصميم ناقصها الأدوات التولز، فأنا بكبس دبل كليك يا جماعة هون على أي مكان، طلعت عندي الأدوات الجميلة اللي أمامكم هاي. طبعا كل أداة بس أحط المؤشر عليها بيطلع اسمها ووصفها هون. يعني التي تايتل، اللي جنبها باراجراف، اللي جنبها كوت، اللي جنبها صورة، and so on. عندك أدوات خيرات الله. طيب الآن أنا كل أداة بدي إياها بعملها دراج أند دروب على الكانفاس حتى اصمم مدونه حلوه. فانا راح اوريكم ديمو سريع جدا لتصميم مدونه بسيطه جدا. فانا هون انتايتلد، خلينا اسميه لتايتلد معين ونحكي انه احنا بنشتغل ديمو او تريننج او اي شيء. وصف بدك تكتب وصف، ايش برجع لك. خلينا اجي اخذ اول عنصر يا جماعه وانزله، اللي هو عباره عن ايش؟ التي. التي اللي هو عباره عن تايتل، امتي تايتل. فمثلا نكبس دبل كليك، نقول مثلا كيدز. طبعا برضو في شغله حلوه، اللي بيكتب عربي بخط حلو جدا العربي فيه، هذا الموقع مدعم اللغه العربيه بشكل حلو. كيدز مثلا، او نحكي انجلز. ها انجلز. الان انا ضفت التايتل، ممكن اكبس كليك يمين عليه واجي هون اعدل على النص، زي تعديل فورمات اي تكست معين على اي برنامج زي الوورد الى اخره. من لون، من الوان زي ما انتم شايفين، من محادثه يمين، محاداه يمين شمال، من شكل البوكس كيف راح يكون، من الاتش 1 الى اتش 6 اللي هي الهيدنج، حجم الخطوط، حجم الخطوط. فانت اي عنصر بتضيفه على الكانفاس كليك يمين عليه وبتقدر تغير بالفورمات تبعه. فضفت انا هون هيدر، ممكن اجي اضيف مثلا باراجراف، بسحب هون تحت الخط اللي بيطلع لي وبرفع ايدي، هاي عندي باراجراف. يا اما بتروح بتجيب كوبي بيست واحد معين او بتخليه زي ما بدك، ممكن تعمل كليك يمين عليه تغير تو كولوم، ثلاث كولوم، محاذاه يمين شمال، تضيف عنصر مع النص الى اخره، بعض الاحداثيات وبعض التعديلات. ممكن يا سيدي العزيز نضيف، خلينا نحكي صوره، هاي صوره مثلا، اسحبها هون واحطها تحت الخط اللي بيطلع وارفع ايدي، فبيقول لي اكبس دبل كليك لوكيت فايل، خليني اجيب صوره من عندي على الجهاز. ممكن تتحكم بالصوره شو بدك يظهر الى اخره، شايفين كيف؟ ممكن تعملها فول ويدث، تقول له ابلاي، حيقعد فتره يحمل فيها. ممكن تجيب عنصر ثاني، هنجيب فيديو، خلينا نجيب فيديو، هاي فيديو، نجيب فيديو وننزل تحت الخط، ها؟ نرفع ايدنا
حط لنا الفيديو، رايت كليك عليه بقول لك جيب رابط او لينك لاي فيديو. هاي لينك من عندي هون كنترول سي، ونروح عليه ونحط كنترول في. بقول لك بدك اياه اوتو بلاي يشتغل لحاله، او بدك شيء اوتو بلاي، بدك اياه على كامل الصفحه فول ويدث، او ما بدكيش الريشيو مقدار خليه ديفولت لا تلعب فيه، اند سو اون. ممكن اجي اقول مثلا بدي اضيف اللهم صل على سيدنا محمد كوت مثلا، هاي الكوت اقتباس، اجي احطها تحت الخط اللي حيطلع لي زي هيك، وارفع ايدي اكتب اي نص بدك اياه. مثلا نكبس برا، ارجع كليك يمين عليها، اللون تغير، اللون الحجم صغير كبير، نوع الكوت براكتس، فاعدادات كثير انت ممكن تسويها. يعني انا وانا بحكي دقيقتين ثلاثة هيك تقريبا عملت لك مدونة بسيطة، فيديو صورة نص الى اخره، وهذا الشيء بيرجع لك ولمزاجك وكيفية استخدامك لهاي العناصر المتنوعة. اخر شيء بخلص مثلا، ممكن اجي انا عندي هون الستايل، نشوف البيج كالر كيف لونها، لاحظوا اغير البيج كالر، وهذا شيء يعني برجع الي هاي مدونة خفيفة سريعة جدا، وممكن انا ازيد عليها as much as I want. ممكن اعمل دن يا جماعه واخلص الموضوع، ممكن اجي اقول له شير. لو جيت قلت له شير بيحكي لي وين بدك تشير، على تويتر، على فيسبوك، لينكدين، از اتاتشمنت. وهذا الحكي طبعا يعني بيجيب لك مشاهدات اند سو اون الى اخره. فهيك احنا ببساطه وبكل سهوله صممنا مدونه جميله خفيفه لطيفه بادوات حلوه بموقع رائع اسمه كارميلا اب. يا رب انه الفيديو عجبكم، اذا عجبكم لا تبخلوا علينا بلايك وسبسكرايب وشير وكومنت لطيف، وإن شاء الله بلقاكم بكل جديد. سلام عليكم.